السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله، نبدأ بها دائما هذا البرنامج الرائع، برنامج قرآنا يمشي ولقائه السابع والحلقة السابعة منه، في رحاب فضيلة الدكتور مجدي الشريف المشرف على لجنة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة بمكة المكرمة، وضيفي القارئ الجميل فضيلة الشيخ محمد مسلم، واللي هيمتعنا النهاردة بآيات من الذكر الحكيم. نسمع هذا الصوت الرائع النهاردة. خلوني أراجع معاكم الحلقة الماضية، واللي يعني الحقيقة حرمت أني أكون معاكم، وكان فيها فضيلة الدكتور ياسر نصيف عضو هيئة علماء المسلمين بيقدمها مع الدكتور مجدي، ولكن كانت حلقة أكثر من رائعة في لقاء العلماء، وكان فيها بنذكركم سؤال الحلقة الماضية، وهو كان كيف نتحصل على غنى النفس، وده اللي هنبدأ بيه النهاردة. ولكن اسمحوا لي قبل ما نبدأ، احنا بنذكركم بأنه لقاء اليوم بعنوان ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب، ده عنوان حلقة النهاردة. فضيلة الدكتور مجدي، أهلا وسهلا بحضرتك، ولقاء يتجدد مع علمائنا الأفاضل وإحنا في حضرة الدكتور مجدي، ربنا يحفظك. عايزين الأول نجاوب على السؤال الماضي ثم نسترسل في لقاء اليوم ونسترسل في تنوير التفكير وتنوير السلوك وتنوير المعاملات، ونسمع القصة الجميلة كما عودتنا في لقاءاتك السابقة دكتور مجدي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، في الحلقة السابقة ربنا أكرمنا وتناولنا أهمية غنى النفس، وإن غنى النفس بيغني الإنسان من مشاكل كثيرة مع نفسه ومع مجتمعه الصغير أو الكبير. كيف نحصل على غنى النفس وكيف نتحصل على غنى النفس؟ كلمة بسيطة جدا، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. الله، وكيف نتحصل على الرضا؟ بسيطة جدا، سيدنا عليه السلام بيعلمنا كيف نحصل على هذا الرضا. قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أجدر ألا تصدروا نعمة الله عليكم. لما بص للناس اللي أقل مني خلاص ما رضاش ليه، ده أنا أرضى ونص. حصول هذا الرضا بيجعلني أغنى الناس، يا الله يعطيني به غنى النفس، فمن رضي فله الرضا. فهذا الله أكبر، نرضى بما قسمه الله لنا ثم تكون أعيننا على من هم أقل منا، نتحصل على غنى النفس. ربنا يحفظك يا دكتور. طيب احنا النهاردة في هذا اللقاء الطيب الكريم، واحنا بنتكلم على ليس الشديد بالسرعة، عايزين ناخد الهدية الأول. حاضر، ناخد الهدية، ندي لأعزائنا المشاهدين الهدية الجميلة النهاردة. حضرتك عامل لنا هدية حلوة قوي، إنه بنتكلم النهاردة على الأطباء. ما الذي يجعل الأطباء على مستوى العالم يقبلون على الإسلام؟ ومش الأطباء العاديين، احنا بنتكلم على أكابر العلماء في هذه المواد، أكابر المتعلمين في الدنيا كلها يقبلون في هذه الأونة على الإسلام. بفضل الله سبحانه وتعالى، إقبال العلماء الهائل على دين الله تبارك وتعالى من رحمة الله تبارك وتعالى، من باب الموافقة. الموافقة، أن رأوا ما أنزل إلينا من ربنا بعد ما وعدنا الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لذلك نسمع دلوقتي القراءة الجميلة من فضيلة الشيخ أحمد مسلم، إزاي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن، أخبرنا بما نراه الآن بأعيننا. يعني بعد ما أكبر أطباء العالم رأى ذلك وصورنا مراحل تطورات الجنين، مرحلة النطفة، مرحلة العلقة، مرحلة المضغة، وشفنا أن هذه المضغة مخلقة وغير مخلقة، فالله تبارك وتعالى أخبرنا قال لنبين لكم. فنسمع الآيات وبعدين نشوف أكبر أطباء العالم أسلم إزاي على هذه الآيات. نعم، الشيخ محمد تفضل. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها
فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم مرحلة النطفة، مرحلة العلقة، مرحلة المضغة، ثم قال سبحانه وتعالى لنبين لكم. الآن يرى الناس بأعينهم ذلك، ويتبين لكل الدنيا بأن ما نراه بأعيننا هو ما أنزل إلينا من ربنا. وهذا هو السر في الإقبال الهائل لأطباء العالم في دين الله وإلى السادة العلماء في دين الله تبارك وتعالى. من أشهر الأطباء؟ نقولها باختصار البروفيسور كيث إيلمور، تحدثنا عنه كثيرا. وأي إنسان يكتب كلمة كيث إيلمور على اليوتيوب يتفرج، شوف هؤلاء العلماء بالصوت والصورة كيف أكرمهم. كيث إيلمور، البروفيسور كيث إيلمور هو من أكابر أطباء العالم، وهو رئيس قسم التشريح بجامعة تورنتو بكندا، وهو رئيس الاتحاد الكندي الأمريكي لعلماء التشريح والأجنة. وكتابه مشهور جدا بعنوان Developing Human، تكلم فيه عن تطورات مراحل تطورات الجنين في بطن أمه. وكانت المفاجأة أن هذا الكتاب يجد ملخص هذا الكتاب في 25 نصا من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. بعدما كتب أو ألف هذا الكتاب بعدما أخذ عليه أبحاث، نعم، وأخذ عليه جائزة أحسن كتاب في العالم ألفه مؤلف واحد. الله أكبر. الآن من فضل الله كتابه بعنوان Developing Human with Islamic Additions. لا بس دي واحدة يا دكتور، حضرتك بتقول ألف هذا الكتاب وأخذ عليه جائزة أحسن كتاب ألفه مؤلف واحد. نعم. فوجئ بأن الكتاب بتاعه ملخص الكتاب في 25 نص من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وجد 25 نصا من القرآن، نعم، والسنة يتلخص فيه هذا الكتاب. الله. فأعلن لكل الدنيا، هذا كلام كل الدنيا تشاهده بالصوت والصورة، أعلن لكل الدنيا إن هذه الأدلة حتما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام من عند الله، وإن هذا يثبت لي أن محمدا هو رسول الله. الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام نقرأه بإذن الله بالتفصيل في كتاب الدين حق الأدلة القاطعة. طب ده يا دكتور خلينا نسمع من الشيخ محمد، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يا ريت. مش هي برضو يا ريت أصبح العلماء نسمع الجزء من هذه الآية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. تفضل الشيخ محمد تفضل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. نعم. يعني كلمات طيبة. يقبل العلماء، نعم، على الإسلام، نعم، ليعلنوا أنه الدين الحق، نعم، بعدما تأكدوا أن ما بحثوا عنه وما أن ما رأوه بأعينهم، نعم، هو ما أنزل إلينا من ربهم. الله أكبر. فيتأكدون أن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا القرآن، نعم، الله سبحانه وتعالى. يعني أنا لما بقول يا دكتور لماذا يقبل العلماء على الإسلام، لأنهم وجدوا موافقة. يعني بتملي المشاهدين إجابة سؤال النهاردة. لا احنا بنأكد عشان ما نفكرهم. تمام. إنما لأنهم وجدوا الموافقة. نعم. 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 أن ما رأيناه بأعيننا هو ما أنزل إلينا من ربنا. الله أكبر. نعم. طيب يا دكتور بقى اسمح لي ننقل على بداية تنوير المحاور بتاعتنا الجميلة. نعم. ونبدأ محاور التنوير. تمام. نبدأ بتنوير التفكير. وحضرتك النهاردة بنقول ليس الشديد بالسرعة. الله. ولما فاجئتني بأن بالسرعة بالصاد، نعم، جاية من المصارعة، نعم، والصراع، يعني ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من نعم يملك نفسه. إحنا يعني نستأذنهم بس نخش في الحلقة وبعدين نتلقى بعض المكالمات. لا بأس لو في حاجة ملحة. لا بأس. إنما الأستاذ وليد بقى مخرجنا الرائع لو في حاجة ملحة معنا. اتصال أستاذ وليد.
انا سامعك في الاستوديو على فكره، لو تخلي اتفضل. طب ام احمد من الاقصر اتفضلي. اتفضلي الاخت ام احمد من الاقصر. ايوه السلام عليكم. مرحبا. عليك السلام ورحمه الله. الله وبركاته. استاذنك يا اختي الفاضله، وطي صوت التلفاز على الاخر وكلميني من التليفون من فضلك. حاضر حاضر. اتفضلي. ازيك فضيلتك يا مولانا؟ اهلا وسهلا. ان شاء الله تكون الصحه جيده ان شاء الله. الله يحفظك. اشكرك يا مولانا على وصايتك لي. صراحه لله انا كان في مشاكل جامده حاصله معايا وصيتك لي بالقران اللي كنت اللي جري وقضيت انا قريت عليها في البيت والحمد لله. الحمد لله دلوقتي البيت الصغير تعم، اللهم لك الحمد. الحمد لله. الله يحفظك ويحفظ بيتك. والله متصله ان انا اتذكر لك. العمل بالروح لأهلنا في الأقصر، ونسأل الله العظيم يا رب يمن عليكم دايما بالاستقرار والسعادة. اللهم آمين. اللهم آمين. ونستمر في الرقية ولا ننقطع. اللهم آمين. اسمعي يا أم أحمد، وصية رجاء منك الله يكرمك. طب اسمعي وصية الدكتور لحضرتك، الاستمرار في الرقية لا تنقطع. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة. يأمر هنا فعل مضارع يفيد الاستمرار. نعم. يعني تكون الرقية في حياتنا أن نسترقي بفاتحة استمرار. الكتاب والمعوذات بصفة مستمرة. تمام تمام. إن شاء الله إن شاء الله. الله يبارك لك لي الله يكرمك يا رب، تدعي لي إن أنا يكرمني ربنا وأخوي ابني. آمين آمين إن شاء الله ربنا يرزقك بإذن الله. آمين. الله يكرمك الله يبارك فيك يا رب. ألف سلامة ربنا يحفظك. دكتورنا واحنا بنتكلم على ليس الشديد بالسرعة وانما الشديد من يملك نفسه. نعم. واحنا النهارده بنتكلم في تنوير التفكير وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الله. هذا الموضوع اتفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضروري ان يفكر العبد بطريقه صحيحه. نعم. الذي يظن بان القوه والسرعه انه يعني يفوز على الناس بقوته او يفوز عليهم بماله أو يفوز عليهم بعلمه أو بكذا أو بكذا أو بكذا، فالرسول عليه السلام بيقول لنا الـ 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 المقياس المقبول عند الله الذي يملك نفسه. الله. وبعدين عند الغضب يعني يملك نفسه دائما حتى عند الغضب اللي هي يعني أضعف ما يستطيع الإنسان أن يملك نفسه، اللي هي هنسمعها برضو من فضيلة الشيخ، اللي هي الكاظمين الغيظ. الله. يعني الغيظ متوقد عنده فيصعب عليه أن يملك نفسه، فهو يملك نفسه حتى عند الغضب. الله. يعني هنا دكتور هذا هو الشديد. هذا هو القوي. لفظ الشديد هنا. نعم. اللي هو لفظ القوي، لفظ الباطش. نعم. لفظ من يستطيع يعني. نعم. لا. كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن والمؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذه هي قوة المؤمن. نعم. نعم. قوة المؤمن صحيح، قوة المؤمن في إنفاقه الواجب وفي أعماله الصالحات، ويظهر ذلك في أن يملك نفسه حتى عند الغضب، يعني أن تحجزه عن محارم الله. نعم. أصبح قوة الإيمان عنده يعني ربنا بيكرمه بحيث أنه هو يعني يملك نفسه من أن يتعدى أذاه للآخرين. الله أكبر. يعني لا يؤذي أحد. نعم. فلذلك الحديث يقول إيه، اتق المحارم تكن أعبد الناس، بس أنت امسك نفسك ما تغلط في أحد، خلاص انت كده 10 على 10. قالوا يا رسول الله انها تقوم الليل وتصوم النهار، يعني قوامه صوامه. الله اكبر. الا انها تؤذي جيرانا مثلا، حته صغيره بس كده تؤذي جيرانا، قال هي في النار. أوف. الله اكبر. اصل إذاء الاخرين انت ان قصرت في حق الله، الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، لكن عندما تؤذي الناس كيف يعني كيف تضمن بأن هؤلاء الناس يسامحونك؟ لم تنهيها صلاتها ولا صيامها عن إيذاء الناس. هذا الحديث بيوضح أن الذي يملك نفسه عن الإيذاء الله أكبر. وياريت نسمع هذه الآيات الكاظمين الغيظ من فضيلة الشيخ أحمد النهاردة، مشرفنا. ربنا يحفظك. فضيلة الشيخ أحمد مسلم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم
وجنة دكتور الحبيب. قبل ما اسمح لي دكتور ناخد استاذ عماد من البحيره ثم نعود الى يعني هذه التعليقات الطيبه من فضيلتكم. معنا البحيره واخونا الاستاذ عماد، اتفضل. اهلا وسهلا، اتفضل. الله يعاونك. معلش عيد الكلام، بس الكلام مش واضح، اتفضل. الشبكة ضعيفة. طيب حاول تحاول اتصال مرة أخرى، لأنه واضح إنه الاتصال كان فيه حاجة في الشبكة يعني، وإحنا في انتظار حضرتك إن شاء الله. فضيلة الدكتور، والله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. يعني هذا الإنفاق المستمر يكون سببا، الحسنة تدل على أختها، يكون سببا فإن الإنسان يستطيع أن يملك نفسه عند الله. لماذا؟ لأنه أنفق، يعني صرف، وهذا الإنفاق يعني يصعب عليه أن يهدم كل من بناه. يعني أفهم من كلام حضرتك إنه الحسنة تدل على أختها. لا، إن كان قد يعني قدم الإنفاق من أعطى على النفس واتقى وصدق بالحق فسنيسره لليسرى. هذا التيسير لليسرى ببركة أنه حتى جاء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني كنت قبل الإسلام في الجاهلية كنت أصل الرحم وأقر الضيف وأنصر المظلوم. قال: بهذا هداك الله للإسلام. الله بحسن الخلق، بهذا هداك الله للإسلام. طيب، وأنت في نعمة الإسلام، كيف يحسن إسلامنا؟ أيضا بالأعمال الصالحات الحسنة تدل على أختها. لذلك انظر، ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، يعني ببركة الإنفاق فيما يرضي الله، الله تبارك وتعالى يعطينا هذه النعمة. لا يحب العبد أن يهدم ما بناه. الله أكبر. نعم. ممكن يبقى تفضل. ربنا سبحانه وتعالى قدم السراء على الضراء. الله. أي أنها مرتبة أعلى، يعني نعم. السراء الإنفاق عند السراء مرتبة أعلى من الضراء، لأن نعم. الإنسان قد يكون في الضراء في احتياج شديد إلى ربه. نعم. فينفق. أما في السراء فيكون في نعيم وفي نعم. رخاء. فقد ينسى. الله. فقد ينسى، لذلك قدمها ربنا تبارك وتعالى. الله أكبر. والإنفاق صعب على النفس أن الواحد نعم. يضحي بماله الذي اكتسبه نعم. فهو يعني بذلك يستطيع أن يملك ذمام نفسه، فملك نفسه حتى نعم. أنه استطاع أن ينفق ماله نعم. في السراء والضراء. فالله ييسره لك. الله ييسره نعم. إلى أن يكون من القادمين. آمين. نعم. طيب والله دكتورنا نعم، واحنا بنتكلم على تنوير التفكير. نعم. ليس الشديد من يملك نفسه، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه. واحنا بقى انت الغاضب، يعني حتى عند الغضب. نروح للمحور الثاني، هو تنوير السلوك. السلوك، وهي برضو بتؤكد على ما بدأناه في المحور الاول في تنوير التفكير. وانا جالي في تنوير السلوك الحقيقة. حتى عالية بقى شوية. ان احسن الى من اساء الي. كيف نحسن الى من اساء الينا؟ الله. وتعلم جيدا فضيلتكم نعم. انه من الصعب الله أن أنظر في وجه من أساء إلي، فكيف الله. أن أحسن إليه؟ الله. حب التجارة مع الله. الله أكبر. معرفة عظيم ثواب التجارة مع الله.
لدرجة أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان معتكف في المسجد في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وكم أجر هذا الاعتكاف؟ هو دكتور الاعتكاف في المسجد يخلينا ننتظر، ما هو المعتكفين بينتظروا لغايه لما ناخد اخونا محمد عيسى. لا بأس، ولا نخرج من الاعتكاف. لا لا، خلينا في الاعتكاف شويه ونرجع لحضرتك تاني. ناخد الاستاذ محمد عيسى، اتفضل. السلام عليكم. مرحبا. عليك السلام ورحمه الله. دكتورنا الحبيب دكتور طارق، ازي حضرتك؟ اهلا اهلا بالغالي، ربنا يحفظك. محمد عيسى ابو قاسم مع حضرتك. اهلا وسهلا بالغالي، ربنا يحفظك حبيبنا دكتور طارق. ارحب بحضرتك وفضيله الشيخ مجدي، ترحيب كبير ومنورين الشاشة. ربنا يكبر خاطرك ويحفظك استاذ محمد واسرتك والناس. الله يحفظك يا دكتور، الله يحفظ حضرتك. طبعا احيي حضرتك على الموضوع الجميل، واول ما شفت العنوان الموضوع على الشاشه يعني ما ترددتش لاني اكلم حضرتك، لان موضوع هام جدا وواجب التاكيد عليه يعني. ربنا يبارك فيك. أنا أؤكد طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج مني تأكيد، ولكن أنا يعني في القريب العاجل يعني كنت في أزمة شديدة بسبب أمر كبير يمكن تعايشها معايا فضيلة الشيخ مجدي بخصوص مشكلة كانت تخص ابني، وكان الأمر فعلا شديد جدا جدا، ولكن من الله علي سبحانه وتعالى بإني تملكت نفسي عند الشدة وعند الغضب، فكان فرجا من الله سبحانه وتعالى من علي بأفضل مما يعني أتمنى أو أتوقع. أنا عايز أؤكد على هذا المعنى أولا، ثم أطلب من فضيلة مولانا يعني كلمة لبعض الناس اللي ممكن تتهم من يملك نفسه عند الغضب أنه يعني تتهمه بالبرود أو ما شابه ذلك، وكلام لبعض المستفزين بقى اللي هم يعني عندما يجدوك تملك نفسك يعني بشدة يضغطون عليك. وجزاكم الله خيرا ولا أطيل عليكم، لكن حبيت أرحب بحضراتكم ويعني أؤكد على هذا المعنى، وجزاكم الله خيرا. والله أنا بشكرك لأنك يعني فتحت لنا مجال نؤكد فيه على أهمية أن نملك أنفسنا عند الغضب، وإزاي نحسن إلى من أساء إلينا. دكتور كلام، ولا نلتفت لمن يزعم بأن كبح جماح النفس هو برود، لا نلتفت لذلك. لماذا؟ فقط نعلمه عظيم ثواب التجارة مع الله. الذي يزعم بأن الكاظمين الغيظ عندهم برود فهو لا يعلم التجارة مع الله، لا يعلم عظيم التجارة مع الله. هو ينتصر لنفسه يقول لك إلا كرامتي، لكن مؤمن يقول إلا ربي، إلا ربي. هذا ينتصر لنفسه، والمؤمن ينتصر لربه. نعم. فيملك زمام نفسه لله عز وجل. فلذلك الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط. الله. لا يغضب لنفسه قط. من أنا في عظيم جناب الخالق سبحانه وتعالى؟ من أنا في جوار عظيم ثواب الله عز وجل؟ فالتجارة مع الله. هناك من يريد أن يتاجر معنا على الهواء. نعم. فضيلة الدكتور ياسر نصيف. الله أكبر. كده يا دكتور. أراد أن يتاجر معنا على الهواء. أين أنتم يا دكتور؟ العالم الجليل فضيلة الدكتور ياسر نصيف، عضو هيئة علماء المسلمين. أهلا وسهلا بحضرتك. وعليكم السلام. مرحبا فضيلة الدكتور أستاذ فضيلته. أهلا وسهلا بالغالي، ربنا يكبر خاطرك ويحفظك. احيي حضرتك واحيي معالي الدكتور مجدي وفضل الشيخ احمد مسلم بارك الله فيك. ربنا يحفظك ويبارك فيك. ربنا يبارك فيك. ما فيش شك يا دكتور ان الحلقه اليوم مهمه جدا جدا لكل الناس. نعم. لان الانسان اذا غضب لعب الشيطان به لعب الصبي بالكره. نعم. والغضب له اثار سلبيه جدا على المجتمع. وهل تطلق المراه الا في غضبه؟ وهل تقام المعارك إلا في غضبة؟ وهل يقتل الإنسان أخاه إلا في غضبة؟ وبعض الناس تعتقد أن التهور هذا من الشجاعة. لا، بين الشجاعة والتهور شعرة واحدة. ولذلك عبد الله بن المبارك سأله رجل اجمع لنا حسن الأخلاق في كلمة، قال ترك الغضب. الله. عشان عايز أستفيد بحضور مولانا الدكتور مجدي وسأله كيف نروض أنفسنا على ترك هذه المجمة. الله جزاكم الله خير. يا ربنا يحفظك،
اثريت اللقاء بهذه المداخله الطيبه فضيله الدكتور ياسر، ويعني مشتاقين لوجودك، وان شاء الله باذن الله من الشيخ احمد مسلم والشيخ الدكتور مجدي يدعوا لنا ان شاء الله. ربنا يحفظك واللقاء قريب باذن الله. تحياتي يا دكتور، ربنا يعزك. فضيله الدكتور ياسر عضو هيئه كبار العلماء واستاذ الشريعه بجامعه الازهر، شرفتنا بهذه المكالمه الجميله يا رب. كيف نفرق بين الشجاعه والتهور؟ نعم. كيف نفرق ما بين التواضع والخسة؟ كيف نفرق ما بين العزة والكبر؟ الله أكبر. بمجهود الإيمان، بالقرب من الله، بعمل الصالحات الحسنة تدل على أختها. ففضلت الدكتور ربنا يحفظه نوه إلى نقطة جميلة، كيف نصل إلى كبح جماح النفس حتى عند الغضب؟ وهذه نقطة خطيرة جدا ومهمة، أن نقدم وقدموا لأنفسكم، نقدم لذلك بالأعمال الصالحات كما أخبرنا الله تبارك وتعالى في القرآن الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. يعني عندما نقدم لأنفسنا من الصالحات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ببركة عمل الصالحات الله يوفقنا لهذه المقامات العالية. ونحن من القادمين للغيظ، كيف وفي تنوير السلوك كيف أسامح من أساء إلي؟ الله، وأعلم أنها صحبة على النفس. التجارة مع الله. نعم. أوصاني ربي بتسعة أوصيكم، الحديث المشهور. لا أسمعه يا دكتور. كيف أن أعفو عمن ظلمني؟ لا، لفظة الحديث من الأول. أوصاني ربي بتسعة أوصيكم به. نعم. أعفو عمن ظلمني وأصل من قطعني صح. وأنا بوصله ويكنسل وشوية وأبعث له رسالة حلوة. وأصل طردني. وأصل نفضني. وأصل من قطعني. وأعطي من حرمني. الله. أحسن إلى من أساء إلي، لدرجة أن أحد الصحابة جاب الموضوع من الآخر، يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحرم عنهم ويجهلون علي. الله أكبر. صح. انظر، الله أكبر حبيبي يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. شوف كلام سيدنا عثمان، قال لئن كنت كما قلت. أنا عفتيك على الحتة دي اللي إيه؟ ليه؟ لأن هناك أشياء أخرى ممكن ما يكونش هو شايفها وما حكاهاش. نعم. حتى أسمع منهم، طيب ما الطرف الثاني ما أنت ما تعرفش في إيه. لكن لئن كنت كما قلت، تقلقش حتى لو كده، حتى لو كده، فكأنما تسفهم المال ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هتفضل منصور، هتفضل مؤيد من الله. الله. طول ما انت مستمر على الصلة، مستمر على العفو، مستمر على الإحسان، حتى لو أساءوا لك. هنا النقطة بقى المهمة. كيف يكون عندنا اليقين؟ يعني شوف المداخله فضلت الاستاذ محمد قاسم، ازاي يعني يعني لما استمع الاستشاره كان عايز يعمل حاجات، وقلنا له اصبر لله عز وجل، وصبر شهر وشهرين، الله اعطاه فرج عجيب. الله. عندما يقول الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي احسن، كلام سبحان الله لا تعقيب عليه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ريح. لدرجة أن أحد الناس كان في مكة المكرمة، حصل يعني سوء تفاهم كان ضخم بينه وبين أولاده، فأنا قلت له أرسل لهم الهدية. قال لي طيب أنا هجيب الهدية ب 2000-3000 ريال، طيب وإن ما اصطلحوش؟ قلت له أدفع 1,000,000 جنيه. قعد يضحك يعني، فقلت له يستحيل. المهم ارسل اليهم الهديه ورجعوها، ارسلها تاني، قلت له اوعى توديها بايدك، لا ادفع، ابعت، اوعى توديها بنفسك، ارسلها، ابعتها. وتاني يوم كانوا مصطلحين والحمد لله. كلام كلام ربنا يمشي. نسمع الايات في قوله تعالى اعلم ان هناك موقف شخصي معك وفي وانت كنت معلما. نعم. وصبرك عليه ودفعك بالحسن دائما. نعم. أتى بنتيجة أحب طبعًا أن أسمعه طبعًا. ولكن بعد ما نستمع للشيخ أحمد مسلم في هذه الآيات الكريمة. تفضل. بسم الله الرحمن.
ادفع بالتي هي أحسن، فإذا هو التجارة مع الله. لا يمكن أن يعطيك العطايا إلا الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أحد يعطيك مثل الله. فلذلك بركة التجارة مع الله هذا أوفر حظ، حظ عظيم. لماذا؟ لأنها تجارة مع الله. أصبر لله. أسمع من حضرتك الموقف الشخصي اللي حصل لازم. مع أحد الأفاضل والذي صبرك عليه ودفعك بالحسنة. والله قدر ربنا في يوم من الأيام، كان أول تعاقد لي في التدريس في السعودية، كان في كلية جوية تبع درس الدفاع، وربنا أراد درست هناك فيزياء، فكان أخ فاضل زميل يعني في درس الفيزياء، ولكن فوجئت أنه كان علماني متشدد شوية لدرجة أنه كان 7 سنوات وما كانش زار مكة المكرمة وهو في السعودية ولم فالحمد لله يعني أصبحت يعني أقابل كل إساءة منه بالإحسان والمحبة، الإحسان والمحبة، لغاية آخر العام قال لي كلمة عجيبة جدا والله العظيم، وقالها يعني مشوبة بالفكاهة. قال لي وربنا انت جبت لي الضغط من معاملتك الحلوه دي. الله. اليوم ده رحت اخذت بعض الزملاء وزرناه في البيت، كان فرحان فرح غير عادي، وجري وجاب يعني ورحب بنا ترحاب عجيب. الى يومنا هذا ربنا يحفظهم، كان يعني سمعنا انا بحبه جدا، فيقول يعني يعني افضل انسان شفته في حياتي اصبح الشيخ مجد الشيخ. اصبح بعد هذا والحمد لله في هذا العام ربنا يحفظه يا رب هو واولاده، وارجو انه هو يكون جوز اولاده اصبح ولي حميم. وما شاء الله وحقه في هذا العام. الحقيقه الموضوع يا دكتور يحتاج ان احنا نفرد له حلقه وحلقات، موضوع يعني ان اقابل الاساءه الصبر على ولكن لدينا والوقت يداهمنا ولدينا بعض الامور مهمه، ونحتاج الى ان ننتقل الى تنوير المعاملات. الله. بعدما تحدثنا في تنوير الفكر وتنوير السلوك. نعم. وتنوير المعاملات اليوم، وقولوا للناس الحسنى. ولكن قبل أن نبدأ تركت أختي فاضلة معايا على الهواء، ناخذ المكالمة دي، ناخذ الاتصال. تفضلي. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا يا فندم، اتفضلي. أيوة لو سمحت بس عايز أكلم الشيخ لو سمحت. طب هو سامعك، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا بصلي وبقرأ قرآن وبسبح وبصلي 10 ركعات كل يوم بعد العشاء، بس على طول الوسواس ماسكني ان انا تعبانه ان انا هموت، واروح للدكاتره يقولوا لي انت ما عندكيش اي حاجه نهائيا، انت عندك وسواس. فانا مش عارفه اعمل ايه في الوسواس مع اني بصلي، يعني اقوم من النوم يقول لي انت الاكسجين بتاعك قل، خلاص الاكسجين بصدق بيقل مني. إيه انت عندك حاجه في دماغك، عندك ورم، عندك ورم في معدتك، عملت مناظير، عملت كل حاجه، ما فيش اي حاجه من دي، كل ما فيش اي حاجه ولا اي مرض، ما اناش عارفه اعمل ايه مع الوسواس ده. طيب عايز حاضر. اطلعه ما انش عارفه. طيب حاضر، اسمعي كده لهذه الروشته الجميله من فضيله الدكتور مجدي، نسال الله العظيم انه يشفيك ويعافيك ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امر مهم جدا جدا ان احنا نتمرن على حسن الظن بالله. نعم. على اني ارمي حمولي على الله، على اني أتعلم بالتعلم وأتحلم بالتحلم، من يتحرى الخير يعطى، ولا تمرضوا فتمرضوا، لا أنا بتصحح حتى يكون عندي، أنا لازم أبقى عندي حسن ظني بالله. نعم.
لدرجة أن أحد الصالحين قال كلمة جميلة جدا، قال أن جميع الأعمال الصالحة اللي احنا بنعملها حتى يحسن ظننا بربنا. يعني ضروري جدا جدا تجتهد في أن تحسن ظنها بالله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. في وضوء في أذكار في حاجة تقول عليها دكتور. بالضبط، هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: من قال إذا دخل وإذا خرج آمنت بالله العظيم، آمنت بالله، اعتصمت بالله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة بالله، إلا أعطي خير هذا المدخل وخير هذا المدخل. نوصيها في كل مرة تدخل غرفتها وفي كل مرة تخرج من غرفتها أو من بيتها تقول بس هذا الدعاء، أربع كلمات: آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعطيها خير هذا المدخل والخير. والأمر الثاني يقول عليه الصلاة والسلام عن رب العزة سبحانه وتعالى: لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن من عذابي. أنا عاوز نبقى متأكدين أني بمجرد ما قلبي من جوه يقول لا إله إلا الله بس، الآن أنا في حصن الله. يعني إيه في حصن الله؟ أنا أقوى الخلق، أنا أغنى الخلق، أنا أعز الخلق. نعم، ربنا يحفظك. نرجع دكتور تاني: وقولوا للناس حسنا وخالقوا الناس بخلق حسن. نعم. إزاي هنا في تنويل المعاملات هي ممتدة معنا من المحورين التانيين يا دكتور؟ نعم. تنويل المعاملات هنا دكتورنا الحبيب يعني يشمل كل العباد، بغض النظر عن الجنس أو النوع أو اللون أو الديانة، كل الناس. نعم. قولوا للناس حسنا وخالق الناس بخلق حسن. كلمة الناس أقول لكل الناس، كل الناس بدون تفرقة، كل الناس. نعم. الله. كل الناس أتعامل معاملة حسن. الله على أقول الكلام الحسن. نعم. أقول الكلام الحسن. شوف إزاي، وهذا الكلام الحسن لدرجة أن كل كلام بذيء ولغو بذيء المؤمن يغض البصر عنه، يتغافل عنه. اللي هي المحور اللي فات اللي هي أن يعني أتغاضى عن ما أساء. وإذا خطبهم جاهلون قالوا سلامة. ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر. يعني الله، ما بيحبش يسمع عمل وسوي. لا لا لا، نقل الكلام ده خالص. نعم. شوف إزاي، فلذلك هنا قولوا للناس حسنا، خالق الناس بخلق حسن. هذه المعاملة العظيمة لكل الناس يسعد به العبد يوم القيامة، لدرجة إن حصول الكلام الطيب اللي ينتج عنه محبة في قلبي للناس هذا يكون سبيلي للجنة. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا، لدرجة إن حتى غير ربنا يقولها: أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. أنت تحب الخير لكل البشرية لأن عندك الإيمان، وغير المؤمن لا يحب الخير ليك لأنه ما عنده نعمة الإيمان. عندنا حد قال لنا كلام حلو، أيوة، وعملنا بخلق حلو، وداخل دلوقتي يسلم عليك. أهلا وسهلا. المدرب الرائع والقائد زعيم أسوان فضيلة الدكتور خالد عبد الحفيظ معنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، طلع البدر علينا. معنا الأستاذ خالد رح. أرجو لو كان سمعنا يرجع لنا تاني إن شاء الله. معنا الأستاذ محمد دلوقتي. أستاذ محمد معنا؟ تعال تفضل يا فندم. ألو. أهلا وسهلا أستاذ محمد، اتفضل. أهلا، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ أنا بحبك في الله والله. يا رب يحبك ويحفظك أنت وأهلك وناسك. الله يخليك، الله يخليك. هو سؤال بس، أنا عايزك توضح ليا وللناس بعد الممات احنا بنشوف ايه، او ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ده دايما الموضوع ده بيجي لي وبيجي لغيري ومبعرفش يعني ايه، يعني عندي وسواس بسبب الموضوع دوت. حاضر. هل فعلا زي ما بنسمع بنشوف الناس الحلوه والناس مثلا قرايبنا بيبشرونا بالجنه لو عملنا كويس؟ حاضر. ماذا يرى المؤمن بعد موته؟ حاضر حاضر يا استاذ محمد. ماذا يرى المؤمن اثناء طلوع الروح لو انا عملي كويس؟ انا بشوف ايه؟ تمام حاضر. شكرا، اتفضل يا استاذ محمد. يرى المؤمن عند موته ويرى المؤمن بعد موته ما عمله من خير. الله اكبر. ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. احسن حاجه عملتها في حياتك
هتشوفها عند لقاء ربك. بشريات على طول بتبين. طيب الحاجات الوحشة الله يغفرها لك. أنت تتغاضى في الدنيا وتتغافل عما لا تشتهي. كل حاجة وحشة ربنا يغفر لك يغفرها لك. حتى الحديث في صحيح البخاري أيما عبد مسلم شهد له أربعة من جيرانه بخير إلا أدخله الله الجنة. الله. حتى قال وثلاثة قال وثلاثة واثنان قال. في رواية الديلمي يقول الله عز وجل قبلت شهادة عبادي في عبدي كان يتعامل مع الناس بالحسنى وغفرت له ما لا يعلمون. ناخد أسوان معنا. فضيلة الدكتور خالد عبد الحفيظ. السلام عليكم دكتورنا الغالي. أهلا بزعيم أسوان وتحياتنا لأهل أسوان الطيبين. الله يكرمك ويشتقنا لك. والله اشتقنا لك في أسوان واشتقنا للصحبة المباركة والصحبة الطيبة. والله نحن نشتاق إلى أهل أسوان مرة تانية ويعني استمتعنا بوجودنا معكم. والله ربنا يحفظك ويحفظ أهل أسوان. الله يكرمك ده انتوا نورتونا زدتونا شرف وب مسي على مولانا الشيخ وقبيلة الشيخ والصوت الرائع اللي احنا سمعناه وحياتك نوعت عنه في الفيديو والبث المباشر وشوقتنا للحلقة وللكلمات مولانا الشيخ اللي بيحكيها والخلق فعلا اللي احنا محتاجينه في المجتمع. يعني انا حبيت اشيد مولانا بالكلام اللي قاله لان هو ده اصل المجتمع. ان المجتمع كله فيه تناحر وفيه ناس قاطع الرحم والكلام ده كله ده هي دي مشاكل المجتمع. نعم. ان كل منظمات المجتمع المدني وكل الهيئات بتحاول تحلها لان لو سلم المجتمع من المشكلات دي اكيد اكيد واستمعوا لفضيله الشيخ ولعلاج هذه المشكلات فاكيد المجتمع هيصلح حاله. لو صلح حال المجتمع هيصلح حال الامه كلها باذن الله. نعلم انك يعني تجتهد في اسوان لحل مشكلات عدد كبير من الناس واعلم الجهد الكبير اللي بتبذله وانت زعيم الشباب في اسوان. ربنا يجعله في ميزان حسناتك وان شاء الله تكون موضوع النهارده يعني يساعدك وانت يعني بتصلح بين الناس يساعدك موضوع النهارده اللي بنتكلم فيه اللي هو قولوا للناس حسنى. يعني لا والله انا والله العظيم اقسم بالله انا استفدت من الحلقه ومن الكلمات ومن الاسلوب بتاع مولانا في الشرح والتبسيط والابتسامه الحلوه. يعني حسنة. لما قال لك هي لله يعني خلاص. نعم. ده تجاره مع الله ما حدش هيقدر. لو انت اي حد لقيته منفعل فعلا وقلت له تاجر مع الله فمين هيبص؟ ده احنا بنشارك في التجار العاديين من بني ادمين والانسان والكلام ده بنتاجر وبيكون في جوانا شك ان احنا هنكسب او نخسر او يضحك علينا او ياخد من ورانا او ينصب علينا. لكن مولانا جابها بصريح العباره تجاره مع الله. نعم. طبعا مين هيقرا انه يتاجر مع ربنا؟ الله. نعم. ربنا يحفظك يا خالد بيه. الله يخليك. سعداء بمشاركه حضرتك وارجو انك تبلغ سلامنا لكل اهلنا الجمال اصل مصر واصل الطيبه اسوان ولغايه لما نشوفك ان شاء الله باذن الله. الله يحفظك. الاستاذ خالد الحقيقه بلور الحلقه بتاعت حضرتك. اي والله. وكلام حضرتك الرائع الجميل هي تجاره مع الله. تجاره. ولكن انا عشان الوقت بيضايقني احتاج تاني بسرعه اني يعني الخص موضوع وقولوا للناس حسنى. نعم. قولوا للناس حسنى يستفيد بها العبد وتستفيد من ذلك ذريته الى يوم القيامه. وهنسمع الايه برضه من فضيله الشيخ احمد وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذريه ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا نعم. الكلام الجيد الذي تقوله للناس يكون سببا في سعادتك وسعاده ذريتك من بعدك. فضيله الشيخ احمد مسلم تفضل. اعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يقول الكلام الحلو. ازاي اخالق الناس بالكلام الكلام الحلو انا هستفيد منه وذريتي تستفيد منه الى يوم القيامه. نعم. نعم.
ازاي اخلق الناس بخلق حسن يا دكتور؟ الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: فمن احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليأتي للناس الذي يحب ان يؤتى له. انا نفسي الناس تعاملني ازاي؟ اعملهم زي ما نفسي يعملوني بي. نعم. وليأتي للناس الذي يحب ان يؤتى اليه. انت بتحب الناس تنزلك منازلك انزلهم منازلك. تحب الناس لو طلعت منك زلة يتجاوزوا عنها وما يمسكلكش على الوحدة، انت تجاوز عنهم تمسكهمش الوحدة. تجاوزوا لذوي السخاء والعلماء عن زلاتهم. فوالله ان ايديهم بيد الله يقيل عثراتهم. الله. يعني عامل الناس بخلق حسن باللي تحب يعملوك به. وان ياتي للناس الذي يحب ان يؤتى اليه. شوف سهولة في اسهل من كده؟ الله اكبر. طيب يا دكتور، الحقيقه احنا عايزين نبلور الكلام ده كله بقى بالقصة، قصة وزير خارجية إيطاليا، ولكن اسمح لي ناخد آخر مكالمة معنا النهاردة الأستاذ نبيل. تمام. أستاذ نبيل اتفضل يا فندم. معنا اتصال أستاذ نبيل. طيب احنا قصتنا النهاردة معنا وقت قليل قوي، معنا دقيقتين وعايز آخد من حضرتك عشان نلحق نقول السؤال. قصة هذا الرجل كل الناس تقدر تشوفها بعينيها الاثنين، أي واحد بيكتب على اليوتيوب يكتب بس وزير إيطالي أسلم ويتفرج على قصة هذا الرجل الجميلة. قصة مشرقة، قصة مشرفة لكل البشرية في عصر حديث. انظر، المذيع بيقول له: ما هو السبب الذي دعاك لدراسة الإسلام؟ شوف الكلمة الجميلة. قال: إن السبب الذي دعاني لدراسة الإسلام هو ذلك الهجوم الشرس الذي رأيته على الإسلام، فأحببت أن أعرف ما هو الإسلام، في إيه يا جماعة وفي فأكرمني الله بهذه النعمة العظيمة فأسلمت لله رب العالمين. انظر، من الهجاء، من الإساءة، هو يرفض هذه الإساءة، وهذا الأدب الجم في قلبه كان سببا في هدايتي. الله أكبر. الله. كان سببا في هدايتي. الله. نعم. ونقدر يعني نكمل. ليس العلماء فقط، وإنما هؤلاء أهل أصحاب الحيثية أصحاب المكانة طبعا يقبلون أيضا زي النجاشي على هذا الدين. نعم. ما هو سبب إسلام النجاشي؟ قال: حتى أسمع منهم. يعني سيدنا عمرو بيقول له كلام جميل: إن هؤلاء النفر تركوا ديننا ولم يدخلوا في دينك. كلام جميل. فسلمهم لنا نحن أعلم بهم. كلام حلو. لكن النجاشي مؤدب. النجاشي ملك عظيم. قال له: كلامك صح ماشي، لكن حتى أسمع منهم فكان ذلك سببا في هدايتي. ربنا يحفظك. احنا عايزين الحقيقة دكتور ناخد سؤال النهاردة بقى وتلخص لنا الحلقة لأن الوقت خلص. أيوة. عشان نسلم على ضيوفنا الجمال اللي سهرناهم معنا إن شاء الله. سؤال الحلقة النهاردة يا دكتور، ناخد بقى سؤالنا النهاردة: لماذا يقبل العلماء على دين الله؟ الله. لماذا؟ لماذا يقبل العلماء على دين الله؟ أنا بشكر حضرتك يا دكتور مجدي الحقيقة على هذا اللقاء الطيب الجميل الرائع. وعنوان هذه الحلقة: ليس الشديد بالسرعة. كانت حلقة ممتعة وجميلة وهذه المداخلات الرائعة. بشكر فضيلة الشيخ أحمد مسلم صاحب الصوت الجميل الرائع اللي أمتعنا بقراءته الجيدة الجميلة النهاردة. كل التحية وكل الشكر لفريق العمل اللي سهروا معنا ويعني أتعبناهم النهاردة. كل الشكر للسادة المشاهدين اللي سهروا معنا وأثروا اللقاء بمداخلاتهم. تحية طيبة ليكم ووعد باللقاء إن شاء الله قريبا السبت القادم إن شاء الله، وحلقة جديدة من برنامج قرآن يمشي. حتى نراكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.